السلام عليكم. البرد قارس، البرد قارس، والشتاء شديد البرودة. طبعا خلاص احنا هنايا داخل معنا في كل شيء، راحة البيولوجية اللي هي ما كايناش. شحال من واحد كيسحب لي برجر ماكدو شي حاجه كلاس، هي ماكله ديال مكحط عليهم. اما برجر ديال بصح كيتكون من طبقتين دسمتين ديال كوت برونز الروق و 130 دولار. يا ركبي في الطوبيس في فوضاري بكل مقاريف، سيادي المقاريف ولاد بنعرف فيكم الشريف، خرج من الكيه وصبتو فطر ختو يتوضر، جبدي من جيبي سايبان لي عيبي وحيني، العام الاول العام الثاني ما فاش نقالي، يا رفيع السماء بلا عماد وشفيع العباد. قبل ما نبدا بغيت نقول لكم بلي غادي نعاودو نديرو الكونسيبت ديال التصاور. اللي عنده شي واحد عزيز عليه ومات الله يرحمه وما عنده مع داك السيد حتى شي صوره، صيفطوا لي الصوره ديالكم والصوره ديال داك السيد اللي مات باش نجمعوهم في صوره واحده وكنقولها ونعاود. الصور اللي غتصيفطوا لي واللي غتشاركوا بهم غيدوزوا في الحلقات ديال اليوتيوب. اللي بغى يشارك كيصيفط لي الصور في الانستغرام ديالي، غتلقاو لتحت في الديسكريبشن. وبالنسبه للحلقات ديال الرياكشن كتاخذ شويه ديال الوقت، وباش ما نغبرش على اليوتيوب كنحاول ننوع بشي كونتون، بحال مثلا اليوم غادي نحتفلوا بعيد ميلاد ديال خويا زوز مع اليوتيوبر سلمان والريد لاين. زوز ديما كنبغي ندير ليه المفاجاه ولكن ما كيتشدش ليه حتى لهاد المره هادي، فاليوم غناكلوا لزوز الحلوه. هابي بيرثداي حمزه، هابي بيرثداي حمزه، سنه حلوه يا جميل، سنة حلوة يا جميل. زوز حمزة صاحبي تجي من زوحل صاحبي، زيد اجي اجي كادو اجي كادو اجي أرادك البس أرادك البس. سير 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 الناس اللي كتخدم بالتوقع بحال التوقعات ديال النشره الجويه. يا سلام على التساقطات. نختار عليكم واحد من احسن لي جروب توقع باش تبازوا عليه في التوقعات ديالكم، اللينك ديال الجروب غتلقاوه لتحت في الديسكريبشن. قتلني الثلج الدراري. السلام عليكم اصدقائي. مرحبا والسلام عليكم ازوز. كنسجلوا ليه داش يعني ساعتين اليوم جيت لكازا، جيت عند الدراري ديال القهوه ولكن ماشي الدراري كاملين، كاين لقيت اليوم عندهم غير جوج. غندير واحد الكونسيبت غير ثلاثه، تحيه الامجد ما كاينش معنا، لقيتو مشى رجع لالمانيا، بوطاطو صلاح حتى هو ما لقيناش، عنده شي بريكول في حد الزوالي. اليوم غندير واحد الكونسيبت مع عمرو الدار، نقدر نقولها بكل جرأه الدراري، مع عمرو الدار في الويب الكوكب العالمي. خليكم معنا في الكونسيبت الاول. الدراري واجدين؟ واجد، انا دائما واجدين ضروري. علاش غنقصروا على شنو؟ قلنا قبيله اتفقنا على كل واحد يدخل بشي حاجه. لعبوا على العشاء والغدا. هذا ما بغاش يلعب على الغدا ولا شي. لا شيري يعني. واش صاحبي انت ما حازق لقيتها؟ سير. اللي ربح فينا صعيبه شويه. صافي لقيتها. اللي خسر غيخلص عندنا الببوش. صافي البوش اللي ما دليش. اوكي ليتس جو. الحكام ديال الفقر. شنو هو الكونسيبت؟ كل واحد فينا غيكتب شي سر، شي سر عارفه بوحدو في حياته الشخصيه، غيكتب هذا السر غيعطيوه فرقه وغيحطو في هاد العباد. من بعد كل واحد فينا غيجبد شي سر، يقدر يطيح في السر ديالو اللي كتب، يقدر يطيح في سر ديال شي واحد فينا، ومن بعد هذاك السر اللي جا فيه خاصو يدافع عليه على اساس انه السر ديالو. سواء ديالو سواء ماشي ديالو. يعني السر اللي جبدتي من هنا خاصك تدافع على انه ديالك. آه. والاخرين خاصكم ديروا لونكيت على انه واش السر ديالو ولا ماشي ديالو. صافي مزيان دخل على اللي ما فهمش غير يتفرج على الكونسيبت. ها هما الاسرار هنا كتبناهم ثلاثة طويناهم في ورقات كيتشابوا، وطلبنا من زوزو انه يكتب بالخط ديالو كاع الاسرار باش ما نعرفوش حنا ديال السر. يعني هنا هاد الاسرار سيني با غير زوز فلوغ. حمزة اجي عطينا، ها هو زوز فلوغ دابا غيعطينا، هو غيختار لك. ناخذ انا. صافي دابا كل واحد فينا غيقرا السر ديالو. اوكي خطك مزيان اخي واضح واضح جدا. رجع السر. كيف هادشي؟ دابا كل واحد فينا غادي يحاول يقنعنا ان السر ديالو دين بلاو بريد لاين. شنو السر ديالك؟ واحد جوج ثلاثة. ثقبت البنو ديال الاستاذ الطروبيل ثقبت له البنو. كيفاش؟ الاداة تورنوفيس. تورنوفيس تورنوفيس كيداير امريكان ولا؟ ويلا شي واحد. شحال كان في عمرك؟ شحال كان في عمري 13 14 عام. الاستاذ ديالك؟ الاستاذ ديال فيزيك.
13 14 عام يعني في الكوليج كتقرا الفيزيك في الكوليج كتقرا الفيزيك في الكوليج. انت عندك تورنوفيس في المدرسه؟ لا جبتها معايا من الدار. تورنوفيس ميريكان؟ جي معاك من الدار حالف زعما يكون بريفي ولا ديال الدوله؟ بخيف. لا بخيف اسد الدوله كنت تيقسي يكون بريفي صار عاوز ندير بريفي خلاص قتلوه لي كونسيكونس ديال اللعيبه اللي درتي حتى شي واحد ما عارف بها لقى خونا اللعيبه ديالو لقى الرويضه مشوشه هكذا خرينا بالضحك يعني ما حصلتي ما حصلتش انا واش هذا السر ديال الريد لاين ولا ماشي ديال انت اش كتقول انا كنقول ديال كتقول ديالو اه انا كنقول ماشي ديال ماشي ديالو السر ديالي انايا انني فايت شديت عند جدارميه طبعا حيت ما درتهاش غير شدو جدارميه ولا بوليس جدارميه جدارميه شنو هي البلاصه بالضبط اللي قدرتي تقول واحد الرباط شنو صفرتي؟ قال لك ما كتشفرش الحمار غير توما وراه من داير راه حيت ما عرفتش شنو هي توما شدوني شدوني غلط ما كنتش تشرح لي شنو هي توما ما كنتش اسمح لك دوزتي شي بنتي ولا بنتي؟ كارت اوف غير الصباح الصباح تلقى ما دوزتي حتى ريال ما جاو حتى شي حد توما غلط غير شديتها غير شحال كانت من عام؟ عندي 19 19 عام قدي سبحان الله انت راك يوتيوبر الحياه باش كاين صايي نحترمك انا دابا اي انا ما كنحترمكش اي جو غنسول انا سول انت شويه على الدراري واش دابا واش دابا واش اثرت عليكم انا في لا بلاتي كنحاول نجيب شي سؤال فهمتي داك السؤال دابا انت كتقول انه هو ما يديرهاش وهو تيقول انا سلمى ما يديرهاش ما طلعش لكم غرام ان تكون ماشي ديالي زعما لا لا حتى انا ما وصلت حتى شي سيتاج دابا باقي كنقلب عليه شي اسئله مزيانه واخا سيدي يلاه خد راحتك سلمى نفكروا حنا واش هذه كانت اول مره جبت اول مره اول مره اول مره الصباح الصباح شنو الصباح داك الصباح نيت العشيه يعني تا هو اوكي صافا ديما صراحه شنو درتي من بعد ما رجعت للدار الوالد عارف انني ما درتش وصافي ما درتش عارفني ما ندير جيتي تقصر ساس كدا عادي بحال انا ما بحال كنبقى معقد زي من اه صافي انا كنقول جوج ثلاثه انا كنقول ديال جوج انا كنقول ديال اوكي اوكي سير سير واحد النهار حليت فمي بزازوا حليت شفت الجوكر ورا منين نطلب بغيت نخدم يدي نبدا نوري البلاصه وكذا ولكن حليت فمي بزازوا فمو ديال الحلال صراحه كان فمو قاد ما في والو وانت فيك انت ما فمي انت شويه ما فمي هذا الجوكر شنو طرا لك من بعد ما حليت فمك بزازوا كنت غير انا وامي في الدار وصوب هذه ديك التحميره هذاك الشيء بلدي فهمتي غوت جات عشقاتني بداك الشيء الوصفات السهله ديال امي المشكله مع الواعر ولا انت لا اخويا انت انت فرحان حليت ترونشوار بجيلات جيلات رازوار كفس ولكن انا في طوالات باش غنحلو في نظار صحابي عندك كنتي كتكرر كنت كنكرر شحال كانت نام ماشي غير قبل ما نتحولوا لهاد الدار بشويه قبل ما تجي هنا قبل ما نتحولوا لهاد الدار يعني قول ماكسيموم تكون واحد 5 شهور باش وقعت البلايص 5 شهور وبرا في المشكله ما بين والو بغيتي نفهم هو المشكله ما كاين لا هو دابا ضحك وما كاين والو انا كنقول ديالك السر هذا ديالو حتى انا كنقول ديالو هنا كاين خلل وكاين مشكل غادي ندور شوفوا الحقيقه السر هذا اللي قلت انت ديالك ماشي ديالك السر اللي قلت انت ديالك ماشي ديالك لما هذا دفيا ديالو ودفيا ديالو جابك ديالك يعني انت اللي جرحتي فمك دابا انا اللي جرحت فمك بزاف انت اللي تقابلتي الاستاذ ديال الطموح فوالا انا اللي تشدنا وكانت نيت بصح انت اللي تشدنا شديتها من دلوز انا كنعقد بكم عاوتاني غيكون لافونتاج عندي يعني هي راه ماشي خاسر خاسر هي اما خاسر اما راه اذا هنا الدراري ما تحكمش هذه اللعبه هذه راه فلسفه تخيل كنا اكثر من ثلاثه كنا اربعه ولا خمسه يعني راه هربه انا اللي خسرت غادي نمشيو نضربوا الببوش على حسابي غيبقاو يضربوا في الحاله زون زوز حتى هو غيضرب في الحاله غيضرب الاعشاب الطبيه حتى غيقول الحمد لله عاد رجعوا صافي الدري ببوش بلدي ولا رومي عازين على حسابي واش ما سالوش